إلى السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو لنقف على عملية نتاع الصيانة نتاع الأرضية نتاع الملعب هذا العالمي اللي يعد حقيقة تحفة فنية عالمية، واحد من أجمل الملاعب في إفريقيا، واللي يعني على الطراز نتاع ملعب ماراكانا البرازيلي المعروف، واحد من أكبر الملاعب في العالم اللي يحتوي حوالي 90,000 متفرج. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الجميل جدا على ملعب تيزي وزو، ملعب المناضل الكبير حسين آية أحمد. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.